بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح أوامر الـ 3D موديلنج في الأوتوكاد. النهاردة هشرح هنا السوليد، هشرح اللوفت. أنا شرحت المرة اللي فاتت سويب، وشرحت قبل كده الفيلت ايدج والشامفر ايدج. هنشرح النهاردة اللوفت، إزاي إن إحنا نعمل لوفت في البرنامج. عندي عدة أشكال ممكن إن أنا أعملها باللوفت. هنيجي عند هوم هنا، واجي ارسم بولوجن، واخلي السايد بتاعه 6 وادوس انتر من الكيبورد. كويس، واحدد في اي مكان هنا، بدوس في اي مكان، وبعدين بختار انسكريبت ان سيركل، بدوس عليها من تحت هنا كده، ظهر لي شكل البولوجن اهو، برسمه باي مقاس انا عايزاه اهو بالشكل ده كده. وهاجي ارسم سيركل، انا عايزه السيركل دي تكون في السنتر بتاع البولوجن ده. هاجي عند الايقونه اللي تحت دي، لازم ان انا اخليها اون، اللي هي شو سنابنج ريفرنس لاين. كويس، وبعدين هدوس على سيركل، واختار بقى من هنا الميد بوينت بتاع الخط ده، هيظهر لي السنابنج بتاعه، خط السناب بتاعه اهو، بس انا عايزاه بالعرض كده، يبقى انا كده اخترت من هنا من الميد بوينت. طب وهاجي عند النقطه دي كده، او النقطه اللي تحت هنا، اي واحده فيهم. كويس، بيظهر لي الخط بتاعها اللي في النص، واجي كده اهو ظهر لي كروس اللي هو النص ده، وباجي ارسم الدايره بتاعتي باي مقاس بالشكل ده كده اهو. واجي اعمل اوفست للبولوجن اللي جوه، اوفست بكتب او من الكيبورد، وبعدين بقول له 1، واختار البولوجن واعمله لجوه كده. ممكن اصغره كمان، اقول له اوفست نص مثلا اهو كده صغير، لا هنخليه 1 زي ما هو كده. كويس، واجي اعمل موف للدايره والبولوجن الصغير من السنتر بتاع الدايره اهو، هعمله مثلا 4، وبرده هعمل موف للبولوجن ده من المنتصف بتاع الدايره، سنتر الدايره اهو، لان هو نفسه السنتر بتاع البولوجن الصغير، هعمله 3، واخد من الاشكال دي كوبي، وهنعرف ليه دلوقتي. هستخدمها اشكال تانية اهو، شكل تاني بس، افتح ال F8 اهو، يبقى انا عملت نفس الاشكال مرتين. واجي اقول له لوفت من سوليد هنا، هقول له لوفت، واختار البولوجن الكبير وبعدين الدايرة وبعدين البولوجن الصغير، اداني الشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين انتر، لازم ادوس انتر مرتين. شايفين ده الشكل الدهوني. طيب انا هعمل حاجه تانية هنا، هدوس على لوفت واختار الاول الدايره وبعدين البولوجن الكبير وبعدين الصغير، وبعدين انتر انتر. زي ما شايفين الشكلين اختلفوا مع اختلاف الاختيارات. لو جينا لفينا حواليهم كده اهو، ادي الشكل عندي، عندي الدايره هنا قافله في النص ما بين البولوجن الكبير والصغير اهي، يعني الشكل بتاعها بالشكل ده كده. كمان لو احنا دوسنا على الشكل ده كده، ظهر لي زي ما شايفين سهم لتحت بالشكل ده. طيب السهم ده ايه؟ انا لو دوست عليه كده بيديني اشكال ممكن انا اعملها لللوفت، فمثلا انا اعمله نورمال تو اول سيكشنز، شايفين الشكل اتغير عندي. هنيجي نفتح تاني اهو، كل ما اختار اختيارات من اللي موجوده، لما انا بدوس على طول كده بيظهر لي الاختيارات دي، ادي الشكل بيتغير عندي بالشكل ده. يبقى انا ممكن اغير الشكل عن طريق السهم ده، بغير الشكل اللي انا عاملاه اهو. كويس، يبقى ده مهم جدا ان احنا نعرفه، ان احنا ممكن نغير في شكل اللوفت اللي انا عملته. طيب هنيجي نعمل طريقة تانية لعمل اللوفت. هاجي من هوم هنا، ارسم دايرة بالشكل ده كده. كويس، وبعدين هروح على وورلد هنا واقول له انا عايز ارسم في الرايت،
برجع اعمل من هنا 3 دي بولي لاين، ومن السنتر بتاع الدايره هنا هاجي ارسم بالشكل ده كده كويس. بعدين بدوس على 3 دي بولي لاين اللي انا عملته ده، بحدده، وبعدين بيمين الماوس اقول له بولي لاين اس بي لاين، حوله لي الاس بي لاين فيت، حوله لي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعدين هروح على من هنا من كوردينيت هروح على فرونت، واجي ارسم دايره تانية من الاند بوينت دي، مثلا دايره بالشكل ده كده كويس. واروح بقى اعمل لوفت، بدوس على اللوفت واختار الدايره دي وبعدين الدايره دي. طيب انا عايزه اعمله على الباص اللي عندي ده، هدوس بيمين الماوس واقول له باص واختار الباص ده، ادي عمل لي الشكل زي ما احنا شايفين كده. لو جينا لفينا اهو شايفين الشكل اهو من تحت وفوق اهو، ادي الشكل عندي. يبقى انا عملت لوفت عن طريق الباص، يبقى ده شكل من اشكال اللوفت اهو. طيب لو احنا رجعنا هنا تاني هوم ورجعنا للورلد وجيت رسمت دايرة كده وعملت لها اوفست مثلا 2 بالشكل ده، وجيت عملت موف للدايرة الكبيرة من السنتر ده موف مثلا 2.5 كويس، وجيت عملت لها لوفت اهو اخترتهم الاتنين، بعدين انتر انتر، وجينا لفينا كده وعايزة افرغ الشكل ده اهو من النص كده. وانا افترضت مثلا ان ده طبق وعايزة بقى افرغه من النص، افرغه ازاي؟ هروح ادوس على شيل هنا اللي هي من سوليد شيل، بدوس عليها كده بختار الشكل كله، وبعدين بختار السطح اللي انا عايزة اشيله، بدوس انتر بيمين الماوس وبعدين انتر، وبقول له ديستانس مثلا هخليها 1 وبعدين انتر. طبعا هنا 1 3 ايه اهو فرغهولي حسب الديستانس اللي انا عملته ده. طب انا لو عدتها تاني قلت له شيل واخترت وبعدين اخترت الجزء اللي جوه اللي انا عايزه اشيله وبعدين بيمين الماوس انتر واخليه مثلا نص وبعدين انتر انتر، ادي الشكل عندي بقى بالشكل ده كده، فرغته من جوه بالشكل ده. يبقى ده عندي امر لوفت زي ما احنا شايفين كده. فاحنا النهارده اتعلمنا امر لوفت مع امر شيل في البرنامج. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. انتظروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.